أود أن أذكر نفسي وإياكم باغتنام الوقت قبل فواته، فإن الأيام تمضي بسرعة ولا سيما في وقتنا هذا، فإن الإنسان بينما هو في يوم الجمعة وإذا بالجمعة التالية كأن لم يكن بينهما إلا يوم واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. شهر رمضان في العام الماضي كأنه لم يمضي إلا في شعبان، والآن تم ثلثه، والثلث كثير. العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. تجدون أيضا أن هذا في الغالب مضطرد، أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره أفضل من أوله، يوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، رقبت بفضل آخر الأوقات على أوله حتى تنشط على آخر وقت فتعمل العمل الصالح.